الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فهذا هو اللقاء الأخير من لقاءاتنا في تفسير سورة مريم عليها السلام وكان من أوائل ما من أواخر ما أخذناه قوله جل وعلا: "والباقيات الصالحات خير ثوابا" وخير مرد حيث ذكر الله جل وعلا المرد وهو يوم القيامه يوم الحسره لان العباد يردون فيه الى الله جل وعلا وترد ارواحهم اليهم ثم قال تعالى افرايت الذي كفر باياتنا وقال لاوتين مالا وولدا يعرض الله جل وعلا بذكر بعض اهل مكه الذين كان من شانهم ان يقولوا بانه لا لا يوجد بعث ولن يحاسب الناس على اعمالهم ثم بعد ذلك قالوا ولو قدر ان الله جل وعلا بعثنا فان الله سيعطينا في ذلك اليوم مالا وولدا كثيرين عظيمين كما اتانا في الدنيا وهذا مناسبه ذكر هذه الايات في هذه السوره فان السوره قد جاءت في ذكر نفي الولد عن الله جل وعلا فناسب ان يذكر الله جل وعلا عددا من القصص التي تتعلق بالولد من مثل قصه زكريا ومن مثل قصه ابراهيم عليهم السلام فناسب ايضا ان يبين هنا ان الولد لا يصحب الانسان في جميع احواله وانما يصحبه في دنياه ان كان الله جل وعلا قد اصلحه وقد ورد في الحديث ان الوليد بن المغيره قال لخباب او قيل بانه العاص بن, الوائل بن وائل والد عمرو بن العاص قال لخباب بن الارت لما طالبه بسداد دين عليه قال لا والله لا اعطيك حتى تكفر بمحمد فقال لا والله لا اكفر بمحمد حيا ولا ميتا ولا حين تبعث قال او مبعوثون نحن قال نعم قال اذا اتني بعد البعث سيكون لي هناك مال وولد فاعطيك و فنزلت هذه الايات العظيمه افرايت الذي كفر باياتنا اي كذب بالعلامات العظيمه والايات والبراهين الكبيره الدالة على البعث وقال جهلا منه تجرؤا منه على الله جل وعلا انني في يوم القيامه سوت مالا وولدا فانه لما قال خير ثوابا وخيرا مردا قال في ذلك اليوم سيعطيني الله جل وعلا المال والولد فرد الله جل وعلا عليه ببرهان عظيم بي سبر احواله ما الذي يجعلك تقول هذه المقاله هل اطلعت على الغيب فهل عرفت ما سيكون في يوم القيامه وبالتالي تتكلم بذلك ام انك قد اتخذت عهدا عند الله جل وعلا بان يعطيك الله سبحانه وتعالى المال والولد في ذلك اليوم فكانت هذه المقاله الساخطه التي يدعي فيها هذا الرجل بان الله سيؤتيه يوم القيامه المال والولد مقاله غير مستنده على دليل ليس فيها عهد من الله وليس عند هذا الرجل علم ولا اطلاع بما يكون في يوم القيامه ولذا قال الله تعالى كلا اي بان كلام هذا الرجل كلام خاطئ لا يمت الى الحقيقه والصواب بصله ثم قال سنكتب ما يقول اي سنامر الملائكه بكتب مقاله هذا الرجل وليحاسب عليها يوم القيامه فيامر الملائكه بكتبها ثم قال تعالى: ونمد له من العذاب مدا، اي انه اذا جاء يوم القيامه سنعذبه بانواع عديده من انواع العذاب ونجعل له مده طويله في العذاب ونرثه ما يقول، اي بانه لما قال بانه عنده مال واولاد سيبقون معه فهذا المال والولد سيفارقه عند وفاته ولن ياتي يوم القيامه بمال ولا ولد وانما ياتي بمقالاته الفاسده ودعاواه الكاذبه ولذا قال ونرثه ما يقول اي بانه يوم القيامه لا يرث ماله ولا ولده وانما يرث افعاله واقواله ومن ذلك مقالته في الاستهزاء ب في الاستهزاء باهل الايمان قال تعالى وياتينا فردا اي سياتي هذا الرجل يوم القيامه وحيدا ليس معه مال ولا ولد ولن ياتي باي شيء من امور الدنيا فسياتي وحيدا لا ناصر له ثم ذكر الله جل وعلا طريقة هؤلاء الكافرين والمنهج الذي يسيرون عليه فقال واتخذوا اي ان هؤلاء المكذبين المعاندين انما جعلوا مستند مقالاتهم آلهة من الاصنام والاوثان يعبدونها يظنون انها تنصرهم وانها تعزهم وانهم ينتفعون بها وترفع درجاتهم فكذب الله مقالتهم ورد عليهم في دعواهم فقال كلا سيكفرون بعبادتهم اما ان المشركين سيكفرون بعباده هذه الاصنام والمعبودات لانهم في يوم القيامه عندما يعرضون على الحساب يعلمون ان عبادة هذه الالهة لا تغني عنهم شيئا وبالتالي يكفرون بعبادتها ويتمنون ان لم يكونوا قد صرفوا لها شيئا من العبادة او ان الله جل وعلا ياتي بهذه المعبودات فتجعلها تجحد عبادة هؤلاء وتقول: ما عبدتمونا ويتبرؤون منهم ومن عبادتهم وبالتالي يعلمون انه لا ناصر لهم في ذلك اليوم وانما يكونون عليهم ضدا اي ان معبوداتهم تشهد عليهم وتكون اعوانا يعينون عليهم ويعادونهم ويعادونهم وبالتالي تخلو أيديهم من أن يكون هناك مناصر يناصرهم ويكون معهم ثم قال تعالى ألم ترى أي أليس من شانك أن تشاهد وتنظر أن أرسلنا أي أن الله جل وعلا قد قدر وخلق بحكم منه الشياطين وارسلهم اي سلطهم على الكافرين وجعلهم يؤزونهم ازا اي يهيجونهم ويدفعونهم بقوه نحو معاصي الله جل وعلا من خلال جعلهم يطمعون ومن خلال جعلهم يتبعون اهواءهم ويسيرون على وساوس الشياطين وتسويلاتهم ولذلك ياتي من ياتي ويظن ان تسويلات الشياطين ووساويسهم انما هي من اتباع الحريه ومن الرغبه في ان يفعل الانسان ما يحلو له قال تعالى فلا تعجل عليهم اي لا تستعجل في امر عقوبتهم ولا يكن من شانك ان تظن ان الله جل وعلا قد اهملهم وانما اخرهم ليوم تشخص فيه الابصار وبالتالي لا تعجل عليهم اي لا تستعجل في انتظار نزول العقوبه بهم ولا تستعجل في طلب نزول العقوبه فان المسلمين كانوا يدعون بان تنزل العقوبه بهؤلاء الكافرين من اجل ان يستريحوا من شرورهم فقال الله تعالى: فلا تعجل عليهم انما نعد لهم عدا اي ابقيناهم من اجل ان نعد سيئاتهم وان نحصي اعمالهم ليعاقبوا عليها العقوبه العظيمه او ان المراد بذلك ان ما ياتي هؤلاء انما هو اوقات يسيره معدوده ولذا قال انما نعد لهم في الزمان يعني في الزمان عدا وبالتالي لا يوجد الا ايام قليله امامهم كما قال تعالى ولا تستعجل لهم كانهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا الا ساعه من نهار بلاغ وذكر الله جل وعلا انه يعد انما نعد لهم عدا اي يعد لهم اعمالهم ويعد لهم انفاسهم ويعد لهم اوقاتهم ليكون ذلك موصلا الى يوم عقوبتهم في يوم الفصل الذي يفصل الله جل وعلا فيه بين المسلمين وغيرهم ولذا قال يوم نحشر المتقين اي نعد لهم عدا الى ذلكم اليوم يوم نحشر المتقين وقيل بان يوم هنا فعل مفعول لفعل محذوف تقديره واذكر يوم نحشر المتقين اي نجمع المتقين اهل التقوى الى الرحمن وذكر اسم الرحمن ليبين انه سيرحمهم وبالتالي يدخلهم الجنان فنحشر المتقين الى الرحمن وفدا اي انهم بمثابه الوفد والجماعه الذين يفدون على الملوك والعظماء الذين لان الوفود تنتظر ان تلحق بهم الكرامه والانعام وبالتالي وصف المتقين بانهم يفدون وفدا وياتون الى الله جل وعلا وفدا ثم قال ونسوق اي نسحب ونجر المجرمين و نلجئهم الى سلوك ذلك الطريق ونسوق المجرمين اي الذين اشركوا بالله وكفروا به الى جهنم الى النار العظيمه المحرقه وردا لان قوله هنا وردا اي بمثابه من يرد على الابار من اجل ان يشرب بعد ان لحقه من الظما ما لحقه كانهم ياتون سراعا بسبب سوق الملائكه لهم من اجل انهم كفروا بالله جل وعلا وفيها معنى اخر الا وهو انهم ياتون عطاشا وبالتالي يكونون قد اثر فيهم العطش ومن ثم احتاجوا الى ان يسرعوا من اجل ان يرفعوا عنهم هذا الظما قال الله تعالى لا يملكون الشفاعه اي ان هؤلاء المجرمين لا يملكون شفاعه عند الله جل وعلا ولا يستطيع احد ان يشفع لهم وقوله لا يملكون كما يشمل المجرمين يشمل المتقين الا ان بعض المتقين قد جعل الله لهم كرامة منه أن يشفعوا في بعض عباده ولذا قال إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا فرب العزة والجلال يقبل يقبل شفاعة بعض العباد الذين يأذن لهم في الشفاعة متى رضي عن المشفوعين كما قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ويدخل في ذلك كل من كان من اهل التوحيد فانه يمكن ان تكون الشفاعه من نصيبه ومن ذلك اصحاب الكبائر لانهم قد اتخذوا عند الله عهد التوحيد واعظم به من عهد فظهر من هنا ان رب العزه والجلال يرد عبده الاوثان ولا يمكنهم من دخول الجنان ثم ذكر جل وعلا المقاله الشنيعه الا وهي نسبه الولد الى الله سبحانه وتعالى فقال وقالوا يعني هؤلاء المعاندون قالوا بان الرحمن قد اتخذ ولدا وهذا يشمل اليهود الذين قالوا عزير بن الله ويشمل النصارى الذين قالوا المسيح ابن الله ويشمل العرب الذين قالوا الملائكة بنات الله وأنكر الله جل وعلا عليهم فقال لهم لقد جئتم شيئا إدا أي بمقالتكم هذه الكاذبة بنسبة الولد لله عز وجل تكونون قد أتيتم مقالة منكرة عظيمة نستغرب من أن تقولوها ولذلك قال: تكاد السماوات يتفطرن منه أي أن السماوات العظيمة تكاد من هذا وتوشك من هذه المقالة الشنيعة بنسبة الولد لله عز وجل تكاد السماوات أن يتشققن وأن تتقطع قطعا صغيره وهكذا تكاد الارض تنشق فتخسف بهم فيدخلون في ثناياها وتكاد الجبال ان تخر هدا اي ان تسقط على الارض وتنطبق عليهم لماذا؟ لانهم قد قالوا مقاله شنيعه فاسده باطله حيث نسبوا الى الله الولد ومن ثم فإن السماوات والأراضين تفزع من هذه المقالة الشنيعة بنسبة الولد إلى الله وبالتالي خشي من أن يقع شيء من ذلك في الكون وهذه الكلمة أتي بها ليبين الله جل وعلا أنه لا يقبل بهذه المقالة الفاسدة بنسبة الولد لله من عنده إيمان بل حتى الجمادات لا تقر بهذه الكلمة وتسخط منها سخطا شديدا وتغضب على من تكلم بها استعظاما لهذه الكلمة وهولا من أثرها وهكذا السماوات والأراضين تكاد أن تتشقق متى سمعت هذه المقالة لأنها مقالة فاسدة ولذا نفى الله جل وعلا عنه الولد فقال سبحانه: وما ينبغي أي ما يكون للرحمن أن يتخذ ولدا فالله جل وعلا منزه عن اتخاذ الولد لأنه لا يحتاج الى من يناصره ولا من يخلفه فهو القوي وهو الخالد سبحانه وتعالى ثم قال تعالى: ان كل من في السماوات والارض اي جميع ما يوجد في السماوات وجميع ما يوجد في الارض من المخلوقات ومن الناس كلهم سياتون الى الله جل وعلا الا اتي الرحمن عبدا اي سيلتجئون الى ربوبيه الله عز وجل على صفه الانقياد له خضوعا له سبحانه وتضرعا بين يديه ولذا قال عبدا اي سياتون جميعا على صفه العبوديه بطاعه تامه وانقياد تام مع ذل وخضوع لله جل وعلا ثم قال لقد احصاهم اي ان الله قد عرفهم واحدا واحدا وحصرهم واحاط بهم بحيث لا يتمكنون من الهرب او ان يسلموا من شيء من العقوبه لقد احصاهم وعدهم عدا اي عرف اعدادهم وعرف اعداد اعضائهم وعداد ايامهم واعداد انفاسهم فان الله لا يخفى عليه شيء كل شيء عنده بمقدار ثم قال وكلهم اي جميع البشر وجميع الجن والانس آتيه أي سيحضر في يوم القيامه عند الله جل وعلا وحيدا اي فريدا ليس معه من الدنيا شيء من مال او من مناصر يقوم معه. يقوم معه ثم قال تعالى ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا أي سيتفضل على هؤلاء ومن ثم سيحبهم الله وسيجعل في قلوبهم محبة لله وسيزرع محبتهم في قلوب الخلق فضلا منه جل وعلا بدون أن يكون هناك أسباب وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا أحب عبداً قال يا جبريل اني احب فلانا فاحببه فيحبه جبريل ثم ينادي في اهل السماء ان الله قد احب فلانا فاحبوه فيحبه اهل السماء ثم يوضع ثم توضع له يوضع له القبول في الارض ومن هنا على الانسان ان يعلم ان قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن واذكر في هذا بقوله سبحانه عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده والله قدير ومن ثم فان محبه اهل الايمان واهل الصلاح يغرزها الله جل وعلا في قلوب الناس ولا ينزعها من القلوب الا نفاق يكون فيها ثم قال تعالى فانما يسرنا اي شاننا وحالنا اننا سهلنا هذا القران ليكون بلغتك اللغه العربيه وفي لغه العرب من سعه المقالات وفي لغه العرب من سعه اللسان ما يكون كفايه في استيعاب كلام رب العزة والجلال قال فإنما يسرنا أي يسرنا القرآن وسهلناه بلسانك أي بلغة العرب لتبشر به المتقين أي تخبرهم بالعاقبة الحميدة والأثر الجميل وما يكون لهم من ثواب جزيل وجنان في يوم القيامه وتنذر به قوما لدا اي تخوف اولئك الذين شانهم المخاصمه والجدال بالباطل بحيث لا يقابلون الحق بالقبول ثم قال تعالى مخوفا لهم وكم اي واذكر الامم الكثيره التي اهلكناها قبلهم والهلاك بان أوج... بان استاصلهم كما اهلكنا قبلهم من قرن اي من امه من الامم الماضيه فقد اهلك الله جل وعلا قرونا كثيره بسبب تكذيبهم لرسل الله جل وعلا مع ان هؤلاء الرسل عندهم من الادله والبراهين الشيء الكثير ثم قال تعالى هل تحس منهم من احد اي هذه الامم المعذبه التي اهلكها الله هل ترى احدا منهم او هل تسمع كلامه او تتمكن من لمسه او شمه فهل هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزا فهذه الامم المعذبه لا تجد منهم احدا ولا تسمع اي لا يطرق اذنك ركز منهم اي صوت خفي وبالتالي تلك الامم كما هلكت فاننا نخشى ان تهلك هذه الامه كما هلكت قبلها من قبلها من الامم فهذه ايات عظيمه فيها احكام كثيره ولعلي اشير الى شيء من الاحكام التي اشتملت عليها هذه الايات فاول هذه الايات وجوب الايمان بالايات والدلائل والبراهين التي ينزلها الله جل وعلا والحذر على من كفر بها من سوء العاقبة دنيا وآخرة وفي هذه الآيات أن العبد لا ينبغي به أن يفخر ويغتر بما آتاه الله جل وعلا خصوصا في مقابلة الحق والهدى وفي هذه الآيات أن من ادعى أمرا مستقبليا فلا يخلو ادعاؤه إما أن يكون قد علم بما في المستقبل واما ان يكون قد اخذ من الله عهد عهدا بانه سيكون كذا وكذا والا فان مقالته لا تقبل منه قال كلا سنكتب ما يقول اي ان الله جل وعلا سيكتب مقالته وفي هذا دليل على ان جميع كلام بني ادم مسجل عليه لا يخفى عليه شيء منه وفي هذه الايات ان من اعظم اسباب زياده العذاب خبث الطويه وفي هذه الايات ان العبد يحشر يوم القيامه لا يكون معه شيء من ماله ولا شيء من ولده وانما ياتي فردا ولكن هل ينتفع بماله وولده نقول ان هيا اسبابا صالحه فان ذلك سيجعل المال والولد ينفعون والدهم بالدعاء او بالصدقه او بنحو ذلك وفي هذه الايات تحريم اتخاذ الهه من دون الله عز وجل ووجوب افراد الله بالعباده يدلك على ذلك ان هؤلاء يظنون ان معبوداتهم عندها عز وعندها معزه لاوليائها فكذبهم الله جل وعلا وفي هذه الايات ان الكافرين يكفرون بعباده معبوداتهم من دون الله يوم القيامه وهذه المعبودات تنكرهم ولا تقر بهم ولا تسلم لهم انهم عبدوهم من دون الله جل وعلا وفي هذه الايات ان العز والرفعه وعلو الشان تكون بالسير على شرع الله وفي هذه الايات ان اهل الاخره من الكفار والمشركين يكفر بعضهم بعباده بعضهم الاخر ولا يسلمون لهم بصحتها وبالتالي في ذلك اليوم يقع نوع من انواع التضاد والتقابل وفي هذه الايات ان الشياطين تدفع الكافرين الى المعاصي دفعا وفي هذه الايات ان الداعيه وصاحب الحق لا ينبغي به ان يستعجل بانزال العقوبه على من ظلمه او صد عن سبيل الله ووقف في وجه دعوته وفي هذه الايات ان المؤمن لا ينبغي به ان يستعجل العقوبات وانما يعلم ويجزم بان العقوبه نازله وان نصر دين الله ينطلق منه وفي هذه الايات ان المتقين يؤتى بهم يوم القيامه وفدا فيجمعون ليأنس بعضهم ببعض ويأتون إلى في ذلك اليوم كأنهم وفد قد قدموا على بعض الملوك فهم ينتظرون جائزته وفي هذه الآيات أن الشفاعة تنقسم إلى قسمين شفاعة مثبتة وتكون لمن أذن الله له في من رضي الله عنه وتكون الشفاعة منفية إذا لم يكن شيء من هذه المجالات فيها ولذا قال لا يملكون الشفاعة لأنها شفاعة منفية الا من اتخذ عند الرحمن عهدا اي عاهد رب العزه والجلال فهذا سيبقى على عهده ثم ذكر المقاله الشنيعه فقالوا اتخذ الرحمن ولدا ففي هذا بيان وتذكير بموضوع هذه السوره في اثبات ان الله جل وعلا لم يلد ولم يولد وهذا منه جل وعلا وفي هذه الايات ان نسبه الولد الى الله نسبه شنيعه ويستحق صاحبها عليها العقوبه الشديده وفي هذه الايات بيان ما يمكن ان يحدث في الكون لو عقلت المخلوقات هذه النسبه بنسبة الولد إلى الله ولذا قال: تكاد السماوات يعني السبع العظيمة يتفطرن منه أي يتقطع تتقطع السماء من ذلكم الخبر ومن تلك المقالة الفاسدة بنسبة الولد لله لقد جئتم شيئا إدا أي حضرتم وادعيتم مقاله فاسده شنيعه تكاد السماوات يتفطرن منه من حول هذه المصيبه صارت السماوات توشك ان تتقطع بسبب ذلك وهكذا كادت الارض ان تنشق وان تخر الجبال وتسقط وما ذاك إلا لشناعة هذه المقالة التي فيها نسبة الولد لله جل وعلا ولذا قال أن دعوا للرحمن ولدا قال وما ينبغي أي ما يكون للرحمن أن يتخذ ولدا هذا من الأمور المستعبدة أن يكون المستبعدة أن يكون عند الله ولد ثم قال وكيف نحتاج إلى الولد وما في الكون كله لنا ولذا قال عنهم ان كل من في السماوات والارض الا آتِ الرحمن عبدا فكلهم سيعود الى الطاعه ويلتزموا بذلك وفي هذا ان اهل الباطل لا يستقرون على باطلهم ولا يثقون فيه وفي هذه الايات ان جميع المخلوقات من بني آدم قد أحصاهم الله جل وعلا وعدهم عدا وفي هذه الآيات مشروعية صلاة وكلهم آتيه يوم القيامة فردا في هذه الآيات الإقرار بأن جميعهم سيتركون المحاجة بالباطل وسيدعنون بأنهم أفراد ثم قال تعالى ان الذين امنوا فيها ان الله جل وعلا يحب ينزل المحبه في قلوب المؤمنين الصالحين ليكونوا محبين له محبين لاوليائه وهكذا يحب ينزل الله تعالى محبه اوليائه في قلوب الناس وكذلك يحبهم الله تعالى وقوله فانما يسرناه بلسانك فيه ان القران عربي وان القران سهل يسير وانه مشتمل على البشاره للمتقين والنذاره لغيرهم وفي هذه الايات التذكير بهلاك الامم السابقه وكيف كانت امما عظيمه الشان فريده في امورها ومع ذلك أنزل الله جل وعلا بهم الهلاك كما قال وكما أهلكنا قبلهم من قرن فالجميع قد هلكوا ثم قال هل تحس منهم من أحد أي هل تسمع لأحد منهم مقالة أو تسمع لهم ركزاء صوتا خفيا ضعيفا فهذا آخر تفسير سورة مريم عليها السلام وإن شاء الله في درسنا القادم نتدارس تفسير سوره الكهف بارك الله فيكم جميعا وفقكم الله لكل خير وجعلنا الله واياكم من الهداه المهتدين هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا